السلام عليكم ورحمة الله. كانت اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها بل وأخرجوها من البيت، فلم يأكلوها بالأكل معها، ولم يشاربوها بالشرب معها، ولم يجامعوها بالجلوس معها في البيت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ويسألونك عن المحيض. ويسألونك عن المحيض، والمحيض كلمة جامعة للحيض ومكان الحيض ووقت الحيض والعلاقة بين الرجل والمرأة في فترة الحيض، وهذا هو سر بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. كلمة واحدة ويقصد بها العديد من الأسئلة. والحيض في اللغة معناه السيلان، ويقول العرب حاضة الشجرة إذا سال منها الصمغ، ويقولون أيضا حاض الوادي إذا سال فيه الماء. ويعرف الحيض في علم البيولوجي أو علوم الأحياء بالطمث أو العادة الشهرية، فتنطلق بويضة ناضجة من المبيض للمرأة البالغة وتمر بقناة فالوب، وفي نفس الوقت يتهيأ جدار الرحم ببطانة مليئة بالشعيرات الدموية، فإما أن تخص بالبويضة بالحيوان المنوي من الرجل وتستقر في البطانة وينمو الجنين ويكبر، وإما ألا تخصب البويضة أو تتحطم ويسقط الجدار المبطن للرحم ويسبب ذلك في سيلان دم الحيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قل لهم أيها النبي: هو أذى مستقذر يضر من يقربه، ففيه ضرر نفسي تتأذى منه النفوس وتنفر منه الطباع السليمة السوية، وفيه أيضا ضرر مادي على الرجل والمرأة في فترة الحيض إذا ما مارسوا العلاقة الجنسية بنقل الأمراض وضعف المناعة بشكل عام. فأمرنا الله عز وجل وقال لنا: فاعتزلوا واجتنبوا جماع النساء في المحيض. ولكننا لا نعتزل المرأة في فترة المحيض، فنؤكلها ونشاربها ونجالسها ونهون عليها ونداعبها ونخفف عنها ونساعدها، ويجوز للرجل من زوجته في فترة الحيض كل شيء إلا النكاح. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في حسن معاشرته لزوجاته في فترة الحيض. روت لنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر السيدة عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن. فإذا قيل لك أن الإسلام يمتهن من المرأة ويقلل من شأنها، فتبسم في وجهه وقل له: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته في فترة المحيض، وكيف كان اليهود يعاملهن؟ واستشهد بالكتاب المقدس بسفر اللاويين الإصحاح رقم 15: وإذا كان بامرأة سيلان دم من جسدها كعادة النساء فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من لمسها يكون نجسا إلى المغيب.
وجميع ما تضطجع أو تجلس عليه في طمثها يكون نجسا، وكل من لمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بالماء ويكون نجسا إلى المغيب. والنساء في الآية الكريمة هن الزوجات، لأنه لا مخالطة للأجنبيات. ولا تقربوهن وتجامعوهن حتى يطهرن من دم الحيض ويتوقف تماما. فما هو حكم جماع المرأة الحائض؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إذا أصابها في الدم، أي في فترة حيضها، فدينار، والدينار هو 4.25 جرام من الذهب. فإذا أصابها في انقطاع الدم وقبل الغسل فنصف دينار. وقال الأئمة الشافعي ومالك وأبو حنيفة: يستغفر الله ولا شيء عليه. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا انقطع الدم وتطهرن واغتسلن فجامعوهن في الموضع الذي أحل الله لكم، وهو القبل وليس الدبر، وذلك لأن القبل هو محل الحرث والولد، وذلك أيضا لأن النجاسة ملازمة للدبر في كل وقت، فترك الجماع في الدبر أولى. وكيف يتطهرن النساء بعد توقف الحيض؟ الغسل نوعان: غسل كامل مستحب بكل السنن، أو غسل واجب ومجزئ لإزالة النجاسات والأقذار. نبدأ بالغسل الواجب المجزئ. أولا لابد من النية، نية التطهر من الحيض، والنية محلها القلب، ثم المضمضة والاستنشاق، ثم إفاضة الماء على جميع البدن على الأقل مرة واحدة، وتأكدي من وصول الماء لفروة الرأس. وهذا هو الغسل الواجب المجزئ للمرأة بعد حيضها. أما الغسل الكامل المستحب فهو كالتالي: نبدأ بالنية، نية التطهر من الحيض، والنية محلها القلب، ثم التسمية وقول بسم الله، ثم غسل اليدين 3 مرات، ثم غسل موضع الفرج باليد اليسرى وإزالة النجاسات عنه، ثم الوضوء كوضوء الصلاة، ثم صب الماء 3 مرات على الرأس، مع الحرص على وصول الماء لمنبت الشعر من كل الجهات، ثم صب الماء على الجسم. نبدأ بالجهة اليمنى مع التدليك، ثم الجهة اليسرى. لكن تذكري جيدا، لابد للماء من الوصول لكل أجزاء الجسم. فإذا كنت ترتدين خاتم محكم يمنع وصول الماء للجلد، لابد من خلعه أثناء الغسل، ويجب إزالة طلاء الأظافر المانع لوصول الماء للأظافر باستخدام مزيلات طلاء الأظافر. وأخيرا غسل القدمين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب عباده المكثرين من الاستغفار والتوبة. وكأن الله عز وجل يرسل إلينا رسالة: إياك أن تستمع إلى وسوسة الشيطان حين يهمس في أذنك ويقول: وما الفائدة من توبتك وأنت تعود للذنب مرات ومرات. ويحب المتطهرين والمتنزهين من النجاسات الحسية والمعنوية، فكما أنهم حريصون دائما على تطهير البدن والثوب من النجاسات والأقذار، فهم أيضا حريصون على تطهير النفوس من الشرك والذنوب والمعاصي. نسأل الله العظيم أن نكون من عباده التوابين والمتطهرين. جزاكم الله خيرا. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.